بعد ست جولات وصف بعضها بالمحبطة والمخيبة للآمال، بيان أممي يحدد موعد انعقاد الجولة السابعة من مباحثات اللجنة الدستورية. روسيا تقدم إغراءات وتسهيلات مالية لعناصر من قوات نظام الأسد للقتال إلى جانبها في أوكرانيا. تحت عنوان نحو بيئة خضراء مستدامة، مؤسسة مداد تطلق مشروعاً لزراعة نصف مليون شجرة في عفرين. مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار المساء. جولة جديدة قادمة خلال الشهر الجاري للجنة الدستورية السورية وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية. المزيد في التقرير التالي. بعد ست جولات خرجت فيها أطراف اللجنة الدستورية السورية بلا تقدم، وصفت مرة بالمحبطة للغاية ومرة بمخيبة للآمال، تستعد اللجنة لعقد جولة سابعة من اجتماعاتها مدفوعة بجملة من التغيرات والتحركات على الساحة الدولية. الحرب الروسية في أوكرانيا شدت أنظار العالم إلى منطقة النفوذ الأهم لموسكو في الشرق الأوسط، سوريا، وهو ما بدا جليا من خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. تباحثا خلاله حول أهم المستجدات في الملف السوري وعمل اللجنة الدستورية وملف المساعدات الإنسانية وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. الأمم المتحدة أعلنت أن الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في جنيف يومي 21 و 25 من شهر آذار الجاري. كما ذكر بيان صادر عن مكتب بيدرسون أن اجتماعات اللجنة ستعقد بشكل مغلق أمام الصحافة، على أن يخرج بيدرسون بمؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماعات. وقبل ذلك بعدة أيام أكد بيان للخارجية الأمريكية أن اجتماعاً حضره ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، أكد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهي تطورات تدفع للسؤال حول ما ستحمله الاجتماعات القادمة للجنة. المبعوث الأممي إلى سوريا والمشرف على اجتماعات اللجنة الدستورية قال بعد انتهاء الجولة السادسة أواخر العام الماضي إن الجولة تلك اختتمت بخيبة أمل كبرى بعد عرقلتها من قبل وفد نظام الأسد، ما يجعل الاهتمام بنتائج الجولة القادمة متأرجحا بين خيبات سابقة قد تظهر مرة أخرى وبين متغيرات دولية قد تفرض نفسها على الملف السوري. الحديث حول ذلك ينضم إلينا السيد وائل علوان، باحث في مركز جسور للدراسات من اسطنبول. مرحبا بك سيد علوان. ما الجديد الذي ستحمله الاجتماعات الجديدة للجنة الدستورية السورية خلال الشهر الجاري؟ نعم، ربما موعد اللجنة الدستورية الجديدة، اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة، تم تحديده سابقا وتم إبلاغ المعارضة بعد مناقشات معها في لقائهم مع المبعوث الأممي، وكانوا في جولة في جنيف وتم تحديد الموعد، بمعنى أن الموعد هو ضمن مخطط المبعوث الأممي، وربما الآن الوقت مناسب من أجل تحريك بعض الملفات. لا يتوقع أن يكون هناك خرق في ملفات مثل الملفات السياسية السورية، لكن تحريك هذه الملفات بجولة جديدة من اللجنة الدستورية لا يتوقع أن تسمر عن شيء، لا يتوقع أن يحصل فيها أي تقدم. كذلك هناك اجتماع لم يحدد بالضبط بعد لأسيتانا، كذلك ليس لأكثر من غرض الاجتماع، بمعنى أن الاجتماع دليل على استمرار المسار السياسي والتفاهمات السياسية والحفاظ بالحد الأدنى على الخارطة السورية والتفاهمات التي يحافظ عليها في سوريا. لن تنتقل الأحداث المتسارعة شرق أوروبا إلى سوريا،
وهذا بحسب الخبراء. المواجهات التي تدور بين أوكرانيا وروسيا لن تتجاوز الجغرافيا الأوكرانية، وواضح أنها معارك ستكون طويلة، وهناك حرص من المجتمع الدولي أو لنقل من الفاعلين في سوريا على أن لا تتأثر تفاهماتهم. مناطق التماس التي في آذار مارس 2022 تكون قد استقرت لأكثر من عامين كاملين، هذا مناسب لجميع الفاعلين الخارجيين، مصالحهم تقتضي أن لا تتأثر تفاهماتهم في سوريا مع ما يحصل من مواجهات يعني على مستوى العالم. سيد وائل، هناك من يقول أننا في كل يوم أمام متغيرات عالمية جديدة في الساحة الأوكرانية وارتباطاتها في سوريا. أنت قلت أنها ربما لن تنعكس في الوقت الراهن، لكن المعارضة السورية هل بإمكانها أن تستفيد من الضغوط الدولية على روسيا الآن في الملف السياسي برأيك؟ برأيي أن التأثيرات من المبكر الحديث عنها، لكن هناك سيناريوهات مفتوحة، بمعنى أن الملف المواجهات في أوكرانيا لا أحد يستطيع استشرافها أو التنبؤ بما ستصل إليه، وإلى أي حد سيكون هذا الصراع مؤثرا على مختلف القضايا العالمية. البعض يوصل الأمر إلى تغيير النظام العالمي وإلى حرب عالمية ثالثة، والبعض يقول إنها مواجهات في أوكرانيا ستنتهي باستنزاف روسي ثم جوائز ترضية من الغرب ترضي روسيا وفي المقابل تكسر صلفها. بجميع الأحوال اليوم من المبكر الحديث عن تأثيرات كبيرة في الملف السوري. نعم هناك تأثيرات ببقاء الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق سيطرة قسد، هناك تأثيرات في سياسة قسد اللي وصلت مع النظام إلى طريق مسدود في تفاهمات كانت ترعاها روسيا، هناك حملة تجنيد كبيرة جدا تقودها روسيا للسوريين وخاصة فاغنر سحب قوات، هناك فرصة كبيرة جدا لإيران خاصة إذا ما تم استضاءها بالملف النووي إلى حضور أكبر ودور أكبر بكثير في سوريا وبالتالي استفزاز لإسرائيل. تحمل المواجهات الجديدة والتغيير الجديد تحمل آثار كبيرة جدا على كامل المنطقة وحتى على جزء كبير من جغرافيا العالم، ولكن ومن المساحات الرئيسية سوريا هي سيناريوهات لكن كثيرة المبكر الحديث عنها متوقعة، ولكنها إلى الآن ربما تحتاج وقتا حتى تتبلور بشكل أكبر. أشكرك السيد وائل علوان باحث في مركز جسور للدراسات على كل هذه الإيضاحات، حدثتنا من اسطنبول. أكد الأمين العام للائتلاف الوطني هيثم رحمة عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة بالمناطق المحررة في الحرب ضد أوكرانيا، وأن الشعب السوري يدعم الشعب الأوكراني في مقاومته للعدوان الروسي. بدوره أكد رئيس الائتلاف سالم المصلط أن نظام الأسد بات جزءا من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية بحد وصفه. قال الرئيس الأوكراني إن روسيا جلبت مرتزقة سوريين للقتال إلى جانبها ضد القوات الأوكرانية، كلام رئيس عززه الكرملين حين أكد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقطاب آلاف المقاتلين من الشرق الأوسط للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى جانب الروس. نحن نقاتل عدوا لا يهتم بمقتل الآلاف من جنوده، والآن جاء بفكرة جلب مرتزقة سوريين ضد الشعب الأوكراني يجلبون اللصوص من سوريا. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ولا غرابة ربما من إطلاقه مصطلح اللصوص، فجيش النظام بات يعرف دوليا بجيش التعفيش بعدما كان يعرف محليا بجيش أبو شحاطة. كلام الرئيس الأوكراني ليس اتهاما، إذ أعلن الكرملين أنه سيسمح لمقاتلين من سوريا والشرق الأوسط بالقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال إن هناك 16,000 متطوع في الشرق الأوسط مستعد للقتال إلى جانب روسيا، ونقل عن بوتين قوله: إذا رأيت أن كل هؤلاء الناس يريدون الحضور لمساعدة الناس الذين يعيشون في دونباس
بمحض إرادتهم وليس من أجل المال، فيجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على الوصول إلى منطقة الصراع. كلام بوتين تدحضه صفحات موالية للنظام تحدثت عن الإغراءات التي قدمتها موسكو لاستقطاب الموالين للقتال في أوكرانيا، فالمرتب الشهري 1500 يورو، وعندما ينتهي القتال يقدم لكل مرتزق 50,000 يورو، ناهيك عن تسهيلات الالتحاق عبر شعب التجنيد التابعة للنظام وتأمين جواز السفر. بالمقابل صرح الناطق باسم المجلس الإسلامي السوري بتحريم قتال السوريين في أوكرانيا بغض النظر عن الجهة المختارة للقتال إلى جانبها. أما الكلام على الاشتراك في الحرب والذهاب ضد الظالم والقتال ضد روسيا، في الحقيقة سوريا الآن بلد تحتلها إيران وتحتلها روسيا وتحتلها العصابة الحاكمة الطائفية. قتالنا هنا، قتالنا ينبغي أن يكون في أرضنا ضد هؤلاء الذين يحتلون بلدنا، يخربون بلدنا، يمزقون بلدنا، يدمرون بلدنا. لا يليق أبدا بحال من الأحوال تحت أي ظرف مهما كان أن يسمى السوري مرتزق. اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في قوات النظام نفى إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا، إلا أن مصادر خاصة لقناة حلب اليوم أكدت وصول عدد من عناصر اللواء إلى خطوط التماس ومباشرتهم القتال إلى جانب الروس. وفي هذا الخصوص اعتبرت واشنطن تجنيد روسيا سوريين للقتال في أوكرانيا تصعيدا خطيرا. بعد إمداد أوكرانيا بصواريخ ستينجر المضادة للطائرات، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي البحث مع رئيس الأوكراني عن الأماكن الأكثر أماناً له لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية، وهو ما اعتبره البعض سيناريو مشابه لحرب طويلة الأمد كغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان. великой победы! هورا! مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا، سارعت ليتوانيا وألمانيا بإيعاز من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال صواريخ جافلين المضادة للدروع وستينجر المضادة للطائرات على عدة دفعات، وصلت إلى 17,000 صاروخ وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. الموقف الغربي يعيد إلى الأذهان سيناريو مشابه، ففي عام 1986 زود الرئيس الأمريكي رونالد ريغان المقاتلين في أفغانستان بصواريخ ستينجر في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي، ووصفهم بالمقاتلين من أجل الحرية. أسقط ستينجر حينها 270 طائرة سوفيتية وكبدهم خسائر فادحة على مدى 9 سنوات، وساعد إلى جانب عوامل أخرى على طرد السوفييت من أفغانستان وانهيار الاتحاد فيما بعد. صواريخ ستينجر تصنعها شركة رايثون الأمريكية، ويبلغ طول الصاروخ 1.5 متر بقطر يبلغ 70 مليمتراً، ووزن رأسه الحربي يبلغ 3 كيلوغرامات، ويصل مداه إلى 5 كيلومترات، وسرعته تفوق سرعة الصوت. وفي المشهد الأوكراني اليوم، أسقط الجيش الأوكراني بواسطة هذه الأسلحة أكثر من 140 طائرة ومروحية وفق وزارة الدفاع الأوكرانية، وهو ما أثار غضب بوتين وجعله ينتقد الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالصواريخ، واصفا إياها بالدول غير الصديقة وفق ما نقلته عنه وكالة سبوتنيك. وبعد الخسائر الضخمة في سلاح الجو الروسي، انخفضت الطلعات الجوية ولو جزئياً، وتباطأ زحف الأرتال الروسية نحو العاصمة كييف وفق ما صرح به البنتاغون، لكن عدداً من الخبراء العسكريين يرون أن هذه الصواريخ لا تشكل خطراً حقيقياً على سلاح الجو الروسي، إنما بوتين هو من قرر التريث وعدم الزج بكامل قوته بعد. ولكن لم تشكل صواريخ ستينجر حظر جوي فوق الأراضي الأوكرانية، قد تكون فعالة بالفعل ضد الطيران المنخفض على ارتفاع 5 كيلومتر فما أقل، ضد الحوامات قد تؤثر وتسقط طيران روسي في هذه العمليات، ولكن ليست بالمطلق كافية لحماية الأجواء الأوكرانية.
مع دخول الحرب الأوكرانية يومها 17، لا زال بوتين يصرح بأن العملية تجري وفق جدولها المخطط لها، في حين يقول الرئيس الأوكراني بأن روسيا ستتكبد خسائر أكبر بكثير مما تكبدته في حربها ضد أفغانستان. فهل تكرر صواريخ ستينجر السيناريو الأفغاني في أوكرانيا؟ نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل معرض في عزاز بعنوان قدرات امرأة لدعم النساء وتعزيز دورهن في سوق العمل. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أطلقت مؤسسة ميداد مشروعا لغرس 500,000 شجرة في منطقة عفرين شمال حلب بهدف تعويض النقص والضرر الذي لحق بالثروة الحراجية وتأمين الغطاء النباتي للمنطقة. نحو بيئة خضراء مستدامة، تحت هذا الشعار أطلقت مؤسسة ميداد مشروعاً لزراعة 500,000 شجرة مثمرة وحراجية في منطقة عفرين شمال حلب. المشروع يعتبر الأضخم من نوعه في المنطقة، ويهدف لتعويض الغطاء النباتي جراء القطع الجائر للأشجار. هذه الحملة تنوعت بين أشجار حراجية وأشجار مثمرة وأشجار علفية وأشجار رحيقية متنوعة بهدف إسراء وإغناء المنطقة كما تعلمون بفعل الحرب بدأت تعاني من نقص في العلف، نقص في الموارد الرحيقية، الموارد العلفية، الموارد الغذائية. فواجبنا الأخلاقي والإنساني وواجبنا كسوريين أنه نرجع الغطاء الأخضر لهذه المنطقة. لذلك جاءت حملة ميداد 500,000 غرسة. 15,000 غرسة تم زراعتها بعد أكثر من شهر على انطلاق المشروع، والذي سيستمر حتى الانتهاء من زراعة الكمية المحددة وفق خطة مقدرة بثلاث سنوات. كما يرافق المشروع تجهيز خارطة لسوريا على سفح جبل بافلون بغطاء نباتي يزينها. رح نقوم برسم هذه الخريطة على هذا السفاح، وسوف تكون على غطاء، سوف تضم غطاء نباتي. من ضمن هذا الغطاء رح يتم زراعة نباتات طبية عطرية بحيث انه ترجع فائدة للمجتمع الموجود حوالين هي المنطقة. تمتلك عفرين غطاء نباتيا واسع وتعد رئة ومتنفسا للشمال السوري، وتمتد فيها الأحراج الشجرية على مساحات واسعة. وللاستمرار في المحافظة على هذا الغطاء لابد من حملات تشجير مستمرة. 500,000 شجرة علىها تعوض ما فقدته المنطقة من غطاء حراجي ونباتي، وتبقى ميزة الاستمرارية في متابعة ما تم زراعته من أبرز ميزات المشروع. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. الحديث حول ذلك ينضم إلينا السيد محمد جليلاتي من مؤسسة ميداد لبلا حدود. مرحبا بك سيد جليلاتي. بداية، ما الأهداف الرئيسية لهذا المشروع؟ أشكر لكم أول شيء، بداية أشكر لكم اهتمامكم والتغطية والمتابعة لهذا المشروع الذي نعتبره أو نهتم أن نكون شركاء جميعا به. طبعا يعني هناك محورين أساسيين لما بدأنا به في هذا المشروع. محور اهتمام البيئة وترميم الغطاء النباتي
الذي تم انحساره خلال الفترات السابقة بعوامل عدة. والمحور الآخر هو تشجيع الاعتماد على المورد الذاتي والاعتماد على الغذاء أو إعادة الاعتماد على الغذاء الذاتي في المنطقة من خلال الأشجار التي نرغب في زراعتها أن تكون لها مثمرة ولا تكون لها عائد اقتصادي أو غذائي بشكل عام. بأي شكل يعني العائد الاقتصادي سيكون؟ هل فقط من خلال جميع الأشجار المثمرة التي تم زرعها؟ كم تبلغ نسبتها وما هي أنواع المنتجات؟ طبعا يعني نحن العمليات الزراعة تتم في مناطق حراجية. المناطق الحراجية يعني يجب أن تكون الأشجار هي قابلة لاستدامة وعمر طويل بالاعتماد على المواسم الأمطار والبيئة التي يتم زراعة بها. لذلك يتم الاعتماد على الأشجار التي هي بالأساس ابنة البيئة لكن من النوع الذي له ثمر أو عائد اقتصادي، إما مباشر كما يعني المنطقة معروفة بالتين والزيتون والعنب والتوت وغير ذلك من الأشجار أو الغراس التي تشتهر بها المنطقة. حتى الصنوبر نحرص أن يكون هو الصنوبر الثمري الذي يعني نستفيد من المخرجات التي ينتجها. أشكرك وشكرا لكم على هذه المبادرة الجميلة سيد محمد جليلاتي من مؤسسة تعليم بلا حدود مداد، حدثتنا من غازي عنتاب. ضربت عاصفة هوائية مخيمات النازحين في ريف إدلب الشمالي واقتلعت وأتلفت عشرات الخيام. وقال منسقو استجابة سوريا أن العاصفة المطرية تسببت بأضرار جديدة داخل المخيمات وأدت لتهدم عدد من الخيام وخاصة في المخيمات العشوائية التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة. تستمر معاناة النازحين القاطنين في مخيمات الشمال السوري مع استمرار العواصف الهوائية والمطرية. يوم أمس تجددت هذه المعاناة مع هبوب عاصفة هوائية ومطرية على منطقة شمال سوريا أدت إلى أضرار كبيرة في مخيمات النزوح، تسببت باقتلاع الكثير من الخيام وألحقت أضرار كبيرة في العديد من المخيمات. نحن الآن في أحد هذه المخيمات في منطقة معارض مصرين، سنلتقي بأحد القاطنين في هذه المخيمات يحدثنا عن الأضرار التي لحقت بمخيمهم جراء العاصفة الهوائية التي ضربت المنطقة يوم أمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، بس تحكي لنا عنك، منين نازح حضرتك؟ شو الأضرار امبارح اللي صارت فيكم بسبب الهواء؟ أخي الكريم، أنا نازح من ريف إدلب الجنوبي منطقة خان شيخون. العاصفة امبارح اللي اجت طيرت الخيم تقريبا بدك تقول 90%، والطوف اللي اجت يعني طال الخيم طافت، يعني معاناة كبيرة. امبارح كيف شو عملتوا بعد ما هيك صارت الخيام؟ شو الاجراءات اللي قمتوا فيها؟ الاجراءات اللي قمنا فيها، انا الليلة اللي مضت انا ما نمت لانه الاولاد نايمين وانا والعيال كنا نظبط بالخيام، الليل كله يعني ماسكين الخيم مشان ما بتطير من الهواء. وبعض خيم طارت وانا خيمتي طارت، زبطناها الصبح كمان، يعني صار لنا نهارين ثلاثه ما عرفنا شنو النوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. نطلب ان شاء الله من بالنسبه للتدفئه، في عندكم شيء بالنسبه للتدفئه؟ شو الوضع التدفئه عندكم؟ وضع التدفئه سيء. من 3 شهور وزعوا لنا 3 اكياس فحم وهي توزيع، طبعا المخيم عرض مصرين الكورنيش، 3 اكياس فحم وانا مسؤول عن الكلام هذا. يعطيك العافية أخي الكريم. بارك الله. بالطبع لابد من إشارة أن الأضرار يوم أمس وأيضا خلال الأسابيع الماضية كانت توزعت في مخيمات منطقة الشيخ بحر، أيضا منطقة زردنة ورام حمدان، وصولا أيضا إلى مخيمات حربنوش وكذلك مخيمات أطم والمخيمات الحدودية. منسقو استجابة سوريا وخلال الأسابيع القليلة الماضية أحصى تضرر مئات المخيمات جراء العواصف الهوائية والمطرية التي ضربت المنطقة هذا الشتاء. من أحد المخيمات في مدينة معارض مصرين بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم. توفي شاب وأصيب 2 آخران إثر اندلاع حريق ضخم في 3 صهاريج لنقل المحروقات في معبر الحمران في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي بحسب الدفاع المدني. وقال الدفاع أن فرقه توجهت للمكان وانتشلت الجثة
ونقلت المصابين إلى المشفى وعملت على إخماد الحريق وتبريد المكان بعد عمل استمر أكثر من ساعتين بمشاركة 5 فرق إطفاء. أقيم في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي معرض بعنوان قدرات امرأة لدعم النساء المشاركات وتعزيز دورهن في المجتمع. تفاصيل أكثر عن المعرض نتابعها في التقرير التالي. كانت الفكرة أنه الصوف إذا ما معك مصاري جيبي صوف قديم كري وساويه من أول وجديد تبعسيف يعني حياة شوي. بهدف دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع أقامت منظمة من أجلهم معرضاً في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي، شاركت فيه حوالي 50 سيدة معظمهن زوجات شهداء ومعتقلين في سجون النظام. أنا هي الفكرة اللي أعطيتهم إياها، إنه المرأة السورية قادرة إنه توقف على رجليها بهالظروف الصعبة، يعني ممكن إنه أنا فتحت لهم باب سبل عيش، بس إنه هلا كل اللي عم يجوا عم يشتروا هالقطع. بما إنه اشتروا هلا هالقطع معناتها هي فكرت إنه ممكن إني أنا أفتح طريق حياة، يعني طريق إيش؟ إنه ما أتسول، إنه عندي أمل، جرعة تفاؤل للأمل بس. أعمال تنوعت بين حياكة الصوف والرسم والفسيفساء صنعتها أنامل سورية بحب وعناية بعد أن خضعنا لدورات تدريبية استمرت 3 أسابيع بإشراف خبيرة في مجال الحياكة. أكيد كل أعمالهم عرضت كل شيء، يعني ما كانت كل أعمال معروضة الحمد لله، كان في إيجابيات من قبل النساء جيدة يعني، بس كان كثير إقبال كويس، كان مشروع ناجح جدا يعني، كان فيه إيجابيات جيدة. أتاح المعرض للنساء فرصة لترويج منتجاتهن بين التجار وعرضها لاحقا في الأسواق المحلية باعتبارها الأساس الذي يعتمدنا عليه لتأمين دخلهن الشهري. شهد الشمال السوري في الآونة الأخيرة معارض وفعاليات متنوعة وجدت فيها النساء مخرجاً من ضغوطات الحياة ووسيلة لتمكين أنفسهن في سوق العمل. بهذا نصل وإياكم مشاهدين إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.